كلمة زراف كلمة مبسهلة أن الشاعر يقدر يكتب عليها، فالشعراء أبدعوا جدا في محاولة الخروج من إطار الاسم اللي ممكن يكون غير موسيقي في الطرح. لذلك أتت الأبيات تحمل صور مختلفة جدا، هناك من تكلم عن العناق وكان حرف لا لمعنى لا للابتعاد، هناك من ذكر العناق وكأنه محاولة التمسك ببعض في بيئة غريبة عنهم، هناك من ذكر وربما نوعا ما كان فيها نوع من الجنون وكأنها خلايا نحل تعتصر مع بعض لتنقيط العسل. الشعراء أبدعوا جدا في هذا الأسبوع، نتمنى الأسابيع الجاية إن شاء الله تكون بنفس الجمالية.